أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم، ومرة أخرى معكم عماد ويليام. وبمناسبة قرب ابتداء العام الدراسي الجديد 2021 بالنظام التعليم الهجين في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا، فهنتكلم عن جوجل ميت. طبعا في كل الظروف اللي مرينا بيها كلنا في الفترة اللي فاتت، تعرضنا للتطبيقات والبرامج اللي بتتواصل عن بعد، سواء المدرسين مع الطلبة في المدارس والجامعات أو في مجال العمل بالنسبة للاجتماعات عن بعد. وشفنا بعض التطبيقات، يمكن كان منهم ويبكس وزوم وجوجل ميت. فأنا حبيت ألقي الضوء على آخر المستجدات الخاصة بجوجل ميت قبل بدء العام الدراسي الجديد. أول نقطة حبيت أتكلم عليها، وهي إن شركة جوجل في الدعم بتاعها مقدمة أجوبة لبعض الاستفسارات اللي ممكن تدور في أذهاننا، منها لو أنا بشتغل على تطبيق مثلا ويبكس، إزاي أنتقل وإيه المقابل لي في جوجل ميت، ولو برضو أنا الانتقال من زوم إلى جوجل ميت برضو شركة جوجل مقدمة لي الدعم في الاستفسارات اللي ممكن تدور الى اذهاننا، وطرق الاستبدال او الانتقال لو حابين ننتقل. بعد كده هنروح للبراوزر بتاعنا ونقول ازاي نحصل على جوجل ميت، ازاي اوصل له في الاول خالص. قبل اي حاجة احنا لازم نعرف انك انت لو معاك اكاونت جيميل عادي وهتخش على جوجل ميت، تبقى عارف الليميتيشن بتاعك والحدود بالنسبة لجوجل ميت. بالنسبة للأكاونت العادي هي 60 دقيقة، ولكن لو كان ليك أكاونت تابع لمؤسسة تعليمية سواء جامعة أو مدرسة فبيبقى الموضوع مفتوح. طبعا الكلام ده لو حضرتك هتكون المحاضر وانت اللي بتدير المحاضرة، أو لو حضرتك هتكون اللي بتدير الاجتماع. انما لو حضرتك طالب او مدعو سواء في اجتماع او في محاضرة، مفيش مشكلة خالص. يعني الحدود دي خاصة بالقائم بالمحاضرة، يعني المحاضر نفسه هو اللي هيكون قدامه 60 دقيقة او هيكون مفتوح. نرجع تاني للاكاونت العادي اللي فتحنا منه الجوجل ميت، سواء من النقط اللي هنا او سواء كتبنا meet.google.com، وهنشوف الشاشة قدامنا. يمكن اهم حاجة السيتنج هنا، ازاي انا اشغل الاوديو او الفيديو، واستخدم انهي مايك وانهي كاميرا لو موجودة، والصوت والسماعات، وازاي اعمل نيو ميتنج او ادخل الكود. ده الموضوع اللي هنخش فيه بالتفصيل بعد ما نتعرف على ازاي برضو اجيب او احصل على جوجل ميت لو انا عندي اكاونت تابع لمؤسسة تعليمية. انا الاكاونت ده تابع لمؤسسة تعليمية، نفس الموضوع، هخش اشوف فين جوجل ميت من النقط او اكتبها بايدي، فهو لوحده هيعرف ان هذا الاكاونت تابع لمؤسسة تعليمية. وفي كل مرة بيجيب لي اشكال كده شكلها حلو شوية كل ما بخش. ده بالنسبة للاكاونت الخاصة بي الجهات التعليمية او المدفوعة اللي بيسموها البيزنس. برضو هنا يمكن الموضوع هيكون اسهل شوية بالنسبة للجوين اور ستارت ميتنج، وهنا برضو السيتنجز بتاعته. ده بالنسبة لجوجل ميت كيفية الحصول عليه، سواء كان عندي حساب تابع لمؤسسة تعليمية او حساب جيميل عادي. انا اقدر برضو من الجيميل على البي سي، لو فتحت الجيميل بتاعي برضو هلاقي في start a meeting، حتى لو كان الاكاونت اللي تابع لمؤسسة تعليمية برضو هلاقي new meeting. يبقى من جيميل اضافه ان احنا نقدر نوصل لجوجل ميت عن طريق الجيميل. ولو انا هستخدمه عن طريق الموبايل، فممكن عن طريق الموبايل برضو زي ما قلنا، لو انا عندي الجيميل هقدر ان انا هلاقي موجود تحت هنا حاطط ظرف احمر كاتب عليه الميل، ده العادي، ولكن على اليمين اقدر اعمل الميت
واقدر اعمل سويتش اكاونت بالنسبة للاكاونت اذا كان العادي او التابع للمؤسسة التعليمية، واقدر اجوين الميت من هنا. واقدر برضو لو انا حابب ان انا اروح لجوجل بلاي او اذا كان عندنا الستور لو كان التليفون ايفون، واجي اكتب برضو هنا جوجل ميت، اجيب جوجل ميت واعمل له انستول على الموبايل بتاعي، ويبقى برضو عندي الابليكيشن على الموبايل. بكده نكون احنا القينا الضوء على الجوجل ميت ازاي اوصل له. بعد كده هننتقل الى جزئية ازاي ان انا اعمل ميتنج دلوقتي حالا، او اني انا اعمل لي سكادول سواء من الاكاونت العادي او من الاكاونت التابع للمؤسسة التعليمية، او اني مدعو وهنضم لي. اسهل حاجة اني اكون مدعو انضم لي، لان انا في هذه الحالة هكتب هنا الكود. طبعا انا هنا في الصفحة بتاعت الاكاونت العادي الغير تابع للمؤسسات التعليمية او البيزنس، فانا لما بتجيلي دعوة سواء جات لي على الواتس اب، جات لي على الميل، جات لي زي ما جات لي، انا اقدر ادخل الكود هنا وهنلاقي جوين، واقدر اعمل جوين وكده يبقى انا دخلت الاجتماع او المحاضرة او الحصة بتاعتي. انما لو انا المحاضر او انا اللي هدير الاجتماع، فانا هعمل نيو ميتنج. فانا في نيو ميتنج اول حاجة ممكن احصل عليها هو لينك علشان ابعته للناس لو انا عايز، هو بيعمل لي اللينك واقدر اعمل له كوبي. دي اول حاجة لما ادوس على نيو ميتنج. تاني حاجة ستارت ان انستنت ميتنج، ان انا اعمل ميتنج دلوقتي حالا وابتدي، هدوس عليه. وفي الحالة دي هو هيجيب لي طبعا هي الكاميرا مطفية والمايك شغال، انا اقدر اجوين ناو، او اني قبل ما جوين احضر الحاجات اللي انا هشتغل عليها. يعني انا هنا ممكن اشتغل على اذا كان في تاب معينة لو انا مشغل مثلا باوربوينت او خلافه، او فول سكرين، او ابليكيشن معين. فانا عندي الثلاث خيارات دول. بعد كده برضو الاختيار الاخير والمهم ان انا اعمل اسكادجول ان جوجل كالندر، وده بيبقى ميزة كبيرة جدا ان انا اعمل سكادجول لميتنج، وهنتكلم عنه بالتفصيل وازاي ان انا كمان ادعو الناس. انا هقول الاو. وقبل ما اتكلم في النقطة دي برضو هنتقل الى الاكاونت الخاص بالمؤسسات التعليمية او البيزنس. الامر قد يكون اسهل شوية. هو في الجزء اللي تحت كاتب nothing scheduled today، ان ما عنديش schedule سواء كنت محاضر او طالب هحضر محاضرة. فهو مفروض لو في حاجة النهاردة انا مدعو ليها او انا اللي هعملها بيكتبها لي هنا. وفوق بمنتهى البساطة قال لي join or start a meeting، يعني برضو اذا كنت انت طالب وهتجوين، او اذا كنت انت المحاضر او الدكتور وهتبتدي ميتنج هتدوس هنا. وهو برضو بيقول لك اذا كنت هتستارت ومعاك كود هتدخله هنا، او لو هتسيبه فاضي وتقول كونتينيو. برضو جاب لي الصفحة اللي بيها هبتدي ان انا احاضر، وبرضو جوين او بريزنت نفس الكلام اللي اتقال قبل كده، من ان انا اقدر اذا كنت فيه تاب على البراوزر بتاعي او الفول سكرين او ابليكيشن زي الباوربوينت. فده بكده نكون اتكلمنا عن الانترفيس اللي قدامنا. نروح دلوقتي على الاكاونت العادي، او زي ما شفنا ان الاتنين واحد لما اجي اعمل سكادجول على الكالندر. تعالوا نشوف ازاي نعمل السكادجول. ادي السكادجول هيفتح لي الجوجل كالندر. اول حاجة هنا هقدر احط التايتل بتاع المحاضرة او الاجتماع اللي انا عايزه. تاني حاجة الاجتماع يبتدي في تاريخ كام والساعة كام، يبقى الاتنين دول اليوم والساعة بتاعة البداية، تو اليوم والبداية بتاعة انتهاء الاجتماع او المحاضرة. التايم زون عشان لو انا الاجتماعات بتاعتي مثلا في مناطق مختلفة ابين التايم زون اللي انا بتكلم عنه تبع انهي منطقة، وهل هو
طول اليوم، لو طول اليوم ملهاش معنى الحاجات اللي فوق، ولكن لو مش طول اليوم ومحددة يبقى مش علم على المربع ده. لو هيحصل الكلام ده كل يوم كل اسبوع كل شهر، انا اقدر ان انا احدد الريبيت بتاعي او does not repeat، انا لما احب اعمل هعمل كل مرة. انما لو دي محاضرة regular في ميعاد معين من كل اسبوع مثلا، اقدر اقول في اليوم الفلاني او في التوقيت الفلاني من كل اسبوع او كاستم زي ما انا عايز. يبقى الريبيت لو انا دي حاجة هتتعمل وهيبعت الدعوة للناس كلها وهنجتمع في ميعاد محدد من كل اسبوع او من كل شهر او whatever. بعد كده احنا عندنا ده الـ event details، وفي find a time. تعالوا نشوف find a time بالمرة. ان انا هنا بيفتح لي برضو اليوم، واقدر ان انا اختار الميعاد، وزي ما انتوا شايفين فوق بيقدر هو بيغير معايا. يبقى ده بالنسبة ل find a time. بالنسبة ل add location، لو انا حابب ان انا الناس تعرف اللوكيشن بتاعي، انا ممكن اضيفه، وممكن اجيبه من النت عن طريق جوجل، او اسيبه فاضي. ما بيبقاش يعني في بعض الحالات قوي اللي بيبقى مهم ان الناس تعرف انا فين. بعد كده النوتيفيكيشن. النوتيفيكيشن ان انا جيلي رن على الموبايل كده او تنبيه قبليها بقد ايه. فانا ممكن هقول قبليها بدل 10 دقايق مثلا اخليها ربع ساعة، واد النوتيفيكيشن تاني بعد 10 دقايق، وممكن النوتيفيكيشن تكون ميل وهكذا. اقدر اضيف قبليها ب5 دقايق بحيث ينبهني على فترات او فترة واحدة زي ما انا عايز. اللون بتاع يعني الميتنج اللي هعمله او محاضرة، ومختار اللون اللبني مفيش مشكلة. بعد ما بيزي ويعني هل انا متاح ولا غير متاح، ننتقل للجزء اللي على اليمين اللي مكتوب فيه جيستس. الجيستس بيقول موديفاي ايفنت. طبعا لو انا علمت عليها الجيست يقدر يعمل موديفاي للسيتنج بتاع المواعيد، وده مش مستحب. تاني حاجة، هل الجيست دول يقدروا ينفايتوا اذرز ولا لا؟ لو انا عايز اخليها، لو انا مش عايز اشيلها. وبعدين هل الناس الجيستس دول يشوفوا مين تاني مدعو، ولا يشوف نفسه بس وملوش دعوة بغيره؟ دي كلها اوبشنز انا زي ما انا عايز اختارها بعد ما بخلص بقول سيف. طبعا الجيست هنا انا ممكن اضيف الاسماء عندي، يعني انا قبل ما اقول سيف انا ما اتكلمتش عن نقطة الجيست، ممكن اضيفهم. لو انا عامل سينكرونيزيشن للاكونت بتاعي على الموبايل هيجيبها لي حتى بالاسماء من غير ايميل. طبعا هو كل واحد هيجيب الايميل بتاعه، واقدر اختارهم من هنا لو انا عارفهم وعايز ناس معينين بذاتهم هم دول اللي هيخشوا. لو ما كانش كده وهبعت لينك لعام والناس كلها تقدر تخش مفيش مشاكل. بعد ما بخلص بدوس على سيف وكده، بيكون هو حفظ الميتنج اللي انا عامله وهيبعت للناس دي، او انا اللي هاخد اللينك من هنا مثلا اللي هي كوبي ميتنج لينك، واقدر اعمله بيست مثلا في ايميل ابعته لجروب او لواتساب او واتيفر. ده بالنسبة لل اجتماع اللي على زي ما اتفقنا الاكاونت اللي هو عادي. طيب لو جينا نشوف بالنسبة للاكاونت اللي تابع لمؤسسة تعليمية، مفروض يكون الموضوع اسهل. هو فعلا اسهل. جوينت ستارت ا ميتنج، لو قلت لو هنا كتب لي ليرن هاو تو سكادجول ا ميتنج، لو انا دوست عليه ده الموضوع بمنتهى البساطة هيفتح لي. المفروض افتح الجوجل كالندر اللي انا المفروض اكون عارف ازاي بفتحها، والجوجل كالندر هو فتحها لي. وكل ما في الموضوع ان انا هختار اليوم والوقت اللي انا عايزه واكليك، وبعد كده اد جوجل ميت فيديو كونفرنس، اقول سيف. باقي التفاصيل هي بنفس الكلام، اد جيست او ابعت ايميلات.
بكده نكون ألقينا الضوء على جوجل ميت، وإزاي إن أنا أبتدي أعمل اجتماع أو محاضرة، أو إزاي أعمل لها سكادجول سواء على الأكاونت التابع لمؤسسة تعليمية أو الأكاونت العادي اللي هو مش تابع لمؤسسة تعليمية، وإزاي أنا أدعو الناس للحضور، وإزاي حتى أنا لو مدعو إزاي أحضر. ده كده كان بسرعة وفي عجالة إزاي أنا أستخدم الجوجل ميت بآخر تعديلاته علشان أحضر محاضرة أو إني أنا أدي محاضرة. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله. إذا عجب الفيديو حضراتكم برجاء الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد وتفعيل الجرس. شكرا لحضراتكم.